السائل نذير يقول: عند نزول المطر هل الأفضل الصلاة في البيت أم في المسجد؟ وهل ذلك يتعلق بكل أنواع المطر الشديد وغيره؟ المطر الذي يبل الثياب أو الدحض بعد المطر الذي يكون في الأرض، الذي يشرع عنده جمع بين الصلاة المغرب والعشاء، يجمعون، وهذا تخفيف على الناس. وأما إذا كان ما يجمعون وعلى أنت تتضرر تترطب ثيابك أو يصيبك برد أو تخشى من إصابة نزلة مرض، فلك أن تصلي في بيتك دفعا للضرر.